عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء سعيد، كل سنه وانتم طيبين. النهارده فيديو بقى كل الستات بتحبه، كل العرايس مهبوله على الحاجات التركي والمنظمات والبلاستيكات والحاجات الشيك القيمه دي. طبعا الحاجات دي احنا كلنا بنشوفها على الفيسبوك وعلى الجروبات باسعار غاليه جدا. عايزاكم بقى تشوفوا الفيديو للاخر وتتصدموا في الاسعار اللي هتشوفوها، لان ما شاء الله الاسعار دي مش هتلاقوها في اي مكان تاني وهتشوفوا ده بنفسكم. طبعا بقى كل الحاجات الرفايع والانتيكات والحاجات، بصوا يا بنات بقى سعرها 20 جنيه، 25 جنيه، 30 جنيه، بصوا حاجات حلوة جدا، واحنا اصلا بنقعد ندور عليها وبنبقى مش لاقيينها غير في الجروبات، فبنضطر نطلب وبنبقى خايفين الحاجة تيجي مش حلوة. فانا جبت لكم كل حاجة في مكان واحد، تروحوا بنفسكم تشوفوا الحاجة على الطبيعة واقل سعر وتختاروا حاجتكم بنفسكم. طبعا العرايس تحب الكلام ده قوي. عايزة اقول لكم ان انا بقيت مبهورة، وانا كمان بحب الحاجات دي زيكم قوي ما شاء الله، يعني كل الستات بتحبها وهي بصراحة تتحب، كلها حاجات كده تحس ان احنا عايزين ناخد الحاجات دي كلها معانا. بس ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. كمان في حاجات جت جديدة وانا بصور الفيديو، الحاجات دي حاجات خشب، ترابيزات خشب يا بنات بتاعت فطار، ليها رجل كده تتحط على السرير وخشبها ما شاء الله تقيل جدا، زين تربوهات خشب جميله تبقى حلوه قوي في اوض الاطفال. كمان الحاجات دي للركن، وزي ما قلت لكم بقى كل الحاجات اللي بتتباع على الجروبات موجوده. في حاجه كمان عايز اقول لكم ان هم جابوا منتجات ايكيا يا بنات، الحاجات اللي احنا بنفسنا برضو نجيبها وبنكسل نسافر نروح نجيبها موجوده عندهم وباسعار حلوه قوي، كل المنتجات موجوده. طبعا بقى البرطمانات، الازاز، المنظمات، التلاجة، كل البلاستيكات، الحاجات اللي احنا بنشوفها زي ما قلت لكم وبنبقى نفسنا فيها كلكم هتشوفوها وباسعار قليلة جدا، وتعرفوا الاسعار برضو. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى يا جماعة تعملوا لايك للفيديو ده عشان خاطر مدام مي، لانها ما شاء الله مدلعانا النهاردة وجايبة لنا حاجات حلوة جدا. تسلم ايدك يا مدام مي، الحاجات بجد حلوة والاسعار كمان جميلة قوي. يلا بقى نبدأ الفيديو مع بعض ونشوف معانا ايه النهاردة. وهسيب لكم يا جماعة العنوان وارقام التليفونات في اخر الفيديو وفي اول تعليق مثبت ان شاء الله، ولينك الفيديو الاول بتاع مدام مي هسيبه لكم كمان في اول تعليق لو حابين تتفرجوا عليه. ويلا بقى نبدأ الفيديو عشان ما اطولش عليكم ونشوف معانا ايه النهاردة. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ احنا جينا بقى لو تفتكروا كده محل سي عمر اللي احنا كنا مصورين قبل رمضان، جيت تاني عندهم عشان اصور لكم الحاجات الجديده، طبعا ادوات منزليه وحاجات ايكيا وحاجات تحف بقى. معانا مي اهي. ازيك يا مي؟ اخيرا يا مي جيتي تاني. منوره انت والله. حبيبتي يا مي، حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله. الفيديو بتاعك ما شاء الله كسر الدنيا بالاسعار والحاجات اللي عندكم. الله يخليك يا مي. ايه الجديد بقى النهارده وعايزين كده تبهرينا؟ تشكيلات وحاجات جديدة قوي هتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله يا مي. طب يلا نتفرج. ماشي. معانا هنا الجنب ده اللي هو منتجات فلوريتير، الحاجات دي البولات اللي هي بغطاء الوان وكده، موجود منها 6 بولة عاملة 35 والاربعة عاملة 30 جنيه، وموجود برضو دي بيبقى ليها غطا كده يا بنات، هي ازاز ليها غطا سيليكون مثلا يا مي. ليها غطا بلاستيك كده بحيث تعملي فيها الزبادي والرز بلبن تغطيه. طيب حلو، عشان ساعات التلاجة بتكرف الريحه على الاكل، دي تبقى حلوه انها ليها غطا. ماشي يا مي. حلو. وفي طقم التارت ده 3 صواني كده مع بعض سعره 90 جنيه 90 جنيه ده يا بنات اللي هناك ده. ماشي. احنا قلنا ده بكام يا مي؟ ده اللي فوق ده الستة عامل 35 والاربعة عامل 30. الستة ب 35 والاربعة 30 جنيه يا بنات، اللي هو الطقم ده اللي له غطاء ازاز ده. ماشي. تمام. ماشي يا مي. في كمان طقم الشاي ده 3 مجات كده حلوين قوي. الله. سعره 30 جنيه حلو بقى ومختلف عن الطقم الشاي العادي او الكوبايات العادية، يبقى كل واحد ليه كده كوبايه بلون معين. جميل جميل قوي، شكله حلو قوي. حلو كمان ما ايدينا ممكن يعني كمان تعمل طقم لو جابت حامل استانلس كده فرداني وتكون عليه يعني تاخد 6 مجات. جميل قوي، يبقى سعره حلو وشكله حلو قوي. التلاتة ب 30 جنيه يا بنات، المج اللي انتوا شفتوه ده. في كمان البوله ليلي دي اللي هي المربعه الاربعه ومعاهم 4 معالق عامل 28 جنيه. 28 دول تبقى حلوه للبيبي بقى او برده بواقي اكل تحطيها في التلاجة. في كمان السكريه بتاع فلوبيتير عامله 15 جنيه، السكريه بالمعلقه الملاحة ده، الطقم الملاحة ده 2 ملاحة كده مع بعض. وفيها رست التوم دي عاملة 25 جنيه، حلوة جدا. رست التوم ب 25 جنيه، السلاح بتاعها حامي جدا يعني بيعمل التوم كده فصوص وقطع، جميل حامية جدا من جوه ما شاء الله، حلوة اوي. حلوة جدا.
هنفركه كده برضو. مية ده ايه اللي هو بتاع الحنفية ده؟ اه ده الفلتر بتاع الحنفية، بيتركب على الحنفية كده. اه وبتعيدي استخدامه يعني تغسليه وتركبيه تاني. ده عامل 80 جنيه ده يا مية. 80 جنيه ده يا بنات تركبوه على الحنفية ينقي يعني المية. اه طب حلو والله جدا. وبيقول لك يعني نستخدمه تاني، ننضفه ونستخدمه. حلو جدا. في كمان المفرمه بتاع البصل والثوم دي، دي بقى لو الكهرباء قطع حلوه جدا بقى، بتشتغل يدوي. بتشدي بالحبل كده، هي السلاح بتاعها ثلاثه سلاح، ثلاثه سكينه. وبتشدي الحبل من بتاعها كده، بيبتدي ايه يفرم معاكي. الا ما يقولي لي ايه سر ان احنا بنحب الحاجات دي قوي. بصوا انا هما كل ما ينزلوا حاجات جديده برضو ما بنجيب. بنجيب. بصوا يا بنات الحاجات دي بتهبلني والله بجد. بصوا ما شاء الله، تحسوا ان احنا عايزين نجيب كله. في كمان اطباق صيني فرداني اللي هي فتحي محمود. طب حلو. في منها المسطح وفي منها البوله. وفي اركوبال فرداني برضو. طب حلوه. بالواحد كده يا مي؟ بالواحد. اه ودي بتتحط على النار وبتدخل الفرن عادي. ماشي. لو انت مثلا عايزه تدخليها الفرن، ده دي سعرها انا نسيت والله الاسعار، ثواني. سعرها 20 تقريبا. 20 جنيه. اه في حاجات انا مش حافظه سعرها بصراحه. طيب بصوا يا بنات، دي بتخش الفرن، وانا هسيب لكم لينك صفحه مي والواتس بتاعها في اول تعليق عشان برضو تتواصلوا معاها تسالوها على اللي انتوا عايزينه. اه عندنا جروب على الفيس، وعندنا بيج، وعندنا برضو قناه يوتيوب. فالحبيب خلاص هسيب لكم الكلام ده كله في اول تعليق تتواصلوا مع مي. في المسن ده برضو بيسن السكاكين، ده بحجاره، بيشتغل بالحجاره. حلو جدا برضو لو انت عايزه تحمي مقص سكينه الحاجات دي كلها. ماشي. في معانا المج مكتوب عليه 35 جنيه يا بنات. اه عامل 35. في المج كمان اللي هو ستاربكس ده الاصلي يا جماعه، اهو بيبقى مختوم من تحت، ده سعره معانا في العرض 70 جنيه. 70 جنيه ده يا بنات. اهو بصوا افتح لكم اللون النبيتي ده. الله ده تحفه. ده يتحط فيه بقى الشاي من نسكافيه وكده ويفضل سخن. اه حلو بقى عشان الاجواء اللي احنا فيها كورونا ده. تاخديه معاكي في الشغل. بصوا ده اللي هو مختوم من تحت اهو. تمام. بتاخديه معاكي الشغل. ده استلس من جوه المصفى بتاعه، ده عامل 70 جنيه. 70 جنيه ده يا بنات روعه. وعندنا جمله برضو للبنات اللي هي شغاله اونلاين وفاتحه جروبات وكده. ماشي. بنطلع لهم جمله برضو. خلاص تمام. معانا كمان اللزق الدبل فيس اهو موجود، منه المقاس المتر وال 5 متر. المتر نازل معانا بعرض 15 جنيه. ده بيتعمل بايه ده يا مي؟ ده بتلزقي بيه حاجات كتيره جدا على فكره، عمل جدا في البيت. وده الاصلي، لان في منه المضروب بيبقى ده لزق يا بنات بتلزقوه، يبقى ملزوق على الحيطه وتستخدموه برضو من بره تلزقوا عليه حاجه، اسمه دبل فيس. ده الشفاف ده الاصل، يعني في منه اللي هو بقطع احمر كده. عارفاه. تمام. المتر لا، المتر عامل 15، عاملين عليه عرض 15 كمان. وال5 متر عامل 55. ماشي. ده منظم المكياج الدوار. ده بيتحرك كده، يعني بتحركي بالمقاسات زي ما تحبي، عامل 120 جنيه. ماشي. في ايه معانا؟ معانا ميزان المطبخ ب 40 جنيه ديجيتال. 40 جنيه يا مي؟ اه والله. انا شايفاه بيتباع ب 90 جنيه. ب 40 جنيه الميزان ده يا بنات، ب 40 جنيه متخيلين؟ مي وده ايه؟ دي بتاعه اسمها ايه؟ الكريب. لا مش الكريب. ايه الكريب برضه؟ زلابيه. بلح الشاي. البانكيك. بتحطي الخلطه وفي مضرب كده من جوه بتخلطيها وبتبداي تصبي كده في الطاسه. ينفع برضو للقطايف والحاجات دي كلها. ماشي. في معانا فوق الستاند بتاع الميكرويف برضو، نازل معانا بسعر 115 جنيه. ماشي. المكسر بتاع الوطنيه 30 جنيه. بتاع ايه ده يا مي المكسر ده؟ المكسر ده زي بتاع ده دورق كده، وبتفتحي من فوق الغطا بتاعه مفتوح. بتدخلي مضرب بحيث ما يطرطش. ومعاه غطا معياري برضو. ماشي. والوطنيه ده يا مي الوطنيه الدورق ده عامل 30 جنيه. ده دورق 30. اللي هو الفراشه بيتقلب كده، بتقلبي العصير بحيث لو هو ركز تحت ولا حاجه بتقلبي بيه. ماشي يا مي، كل حاجتك ما شاء الله جميله يا مي. مي ده طقم توابل ده؟ ده طقم توابل اللي هو التفاحه، ب 20 جنيه. عرض 15 جنيه. 15 جنيه ده كمان الاسعار اللي هنا دي مش هي الحقيقيه. في معانا الرول الفوم ده، عارفينه طبعا، بيتفرش جوه تقفيله المطبخ او الدولاب. ده عامل 8 جنيه. 8 جنيه. وفي الفضي بتاعه عامل 12 جنيه، هجيبه لكم برده من هناك. ماشي. مي انت عندك ورق حائط كانوا بيسالوا المره اللي فاتت. موجود اللي هو الخشبي. بصوا طيب ورانا اللي هي الخشبي دي، الورق اللي بيتلزق اهو يا بنات بتستخدموه بقى في المطبخ الحاجات دي موجوده. الرول الخشبي ده بيبقى يعني مسحوب على طول. شبه الخشب كده. شبه الخشب. وفي المناظر العاديه او الالوان العاديه برضو، وفي شكل الخيامية جوه اهي. شوفوا شبه الخياميه ده. زي بتاع حاجات رمضان، ممكن تلزقوه بقى على ازاز الابواب في رمضان. ده شكله مختلفه بقى، في اللي هو اللون الموف ده. بكام يا مي الرول ده؟ ال 10 متر عامل 50، وال 5 25. ال 10 متر ال 10 متر ب 50، وال 5 25 يا بنات. ده الرول الفضي اللي هو بيلزق، ده اللي عامل ضجه على النت برده، بيتلزق على البوتاجاز او على الرخامه. وبيتمسح بسهوله جدا. ده عامل 55. ده 5 متر. 5 متر ده يا مي يلزقوه على الرخامه ويستخدموها عادي؟ جميل. طب وبيتشال عادي تاني؟ بيتشال بسهوله. طب كويس.
شوفوا يا بنات بقى هنا ما شاء الله المكان فيه حاجات كتير، احنا عايزين 3 ايام نقعد مع مي نتفرج ونعرف الحاجات دي. المسحه بتاع الازاز اللي هي المغناطيس بتمسح الازاز من بره ومن جوه، دي عامله 40 جنيه. ما شاء الله جميل. في معانا طقم التوابل دوره وهي ميمه الميمه ما تلصقنيش. الطقم ده اصلا مش فاكره اسعاره ايه بصراحه، ده عامل تقريبا 55 جنيه. جميل. في معانا الشوايه الروكي دي الحلوه دي يا ميمه، دي بتاعه التسالي عامله 55 جنيه. جميله قوي دي يا بنات. ماشي. الشوايه الروكي دي عامله 135 جنيه. 135 دي يا بنات. دي شوايه ستانلس تقيله، دي الاصليه يا جماعه. ماشي. دي خامتها تقيله كمان عن اللي كانت عندنا قبل كده. ماشي. في طقم الثلاجه الستانلس اللي فوق ده 4 قطع، ده عامل 120 جنيه، حلو. ماشي. جدا، والغطا بتاعه سيليكون حلو قوي. ماشي جميل. في منظم الشاور الجامبو ده عامل 25 جنيه من الوطنيه، ده يا بنات ب25 بتاع الحمام. ماشي. في معانا كمان المنظم اللي هو بايد ده العريض، ده عامل 15 جنيه، ده ب15 جنيه. جنبه الميزان بتاع المطبخ ده 5 كيلو عامل 45 جنيه، ده كفه. نعم. المؤشر. نعم. والله ده ب45 جنيه. ده انا جايباه من 8 سنين ب90 جنيه. لا بس ده خامته بلاستيك مش اللي هو المعدن. فحلو يا سيدي يقضي الغرض. في فوق علبه الرز برده الصغيره عامله 45. ماشي. المنظم الرفيع 10 جنيه ماشي. المنظم اللي بغطى 20 جنيه الشفاف، ده الشفاف بغطى يا بنات ب20 جنيه، بيتباع بره 25 برده. ماشي تمام. في معانا هنا القطعه بتاعت النايسر دايسر، دي عامله 50 جنيه. يعني ايه النايسر دايسر؟ هي اسمها كده. دي بتقطعي بيها سلطه الفاكهه، بتقطعي بيها السلطه الخضراء، بتعمل لك اشكال بقى، في منها شرايح، في مكعبات، في يعني تشكيله كده. في معانا الازازه السيليكون دي اللي بتتفرد وبتتقفل، حلوه جدا وسعرها حلو قوي، عامله 70 جنيه، حجمها جميل. وفي المايك ده برده نازل عليه عرض ب70 جنيه بدل 80، ده بيتباع بره ب100 جنيه، ده ب100 وي كمان والله. في معانا المطحنه بتاعه البن والتوابل دي حلوه قوي. جميل. مش دي تغطي على غطا تطحن؟ دي عامله 185 جنيه. 185 دي حلوه جدا على فكره وعمليه يا بنات، بطحن فيها التوابل والسكر، جميله قوي. تخصصها للحاجات اللي هي بتطحن بس. وفي معانا السماعه دي يا جماعه حلوه جدا، احنا مشغلينها في المحل عندنا ما شاء الله، كانك جايبه دي جي. كانك جايبه دي جي، حلوه قوي. ما شاء الله ما شاء الله. دي بتشغليها بلوتوث وبتوصليها باللابتوب او الموبايل. حلو. بتنزلي عليها وبتتشحن وصوتها عالي جدا. فلاشة. حط لها فلاشه، ليها كذا وصله يعني اصلا. وبكام بقى؟ 115 جنيه. طب حلوه جدا. 115 يا بنات السماعه دي، وبشحن يعني منها المضيء. يعني بتتشحن بالكهرباء. زي الموبايل كده؟ ايوه زي الموبايل بالظبط. كان في منها كمان المضيء عامل 110 بس خلصان دلوقتي. ماشي. بينور يعني. ماشي يا ميلة. في معانا الشباسه دي نازله 120 جنيه. ماشي. بتاعت الشيبسي. في حاجتين بسكوتيه عشان بقى. ماكينه البيتي فور دي المقاس الكبير عامل 110. ماشي. دي ده طقم تسالي برده يا ميلة، ده مكتوب عليه 30 صح كده؟ ماشي. في معانا المبخره اللي هي الهندي الخشب دي، حلوه قوي يا جماعه. البرج دي برده. الله دي جميله من جوه. دي حلوه قوي. الحاجات دي حلوه في البيت كده، بتدي طقوس كده جميله في يوم الجمعه بقى. هاديه كده. لا دي مش القعده بتاعها، القعده الثانيه جوه. حلوه دي يا بنات، بصوا بقى يتحط البخور جوه ويطلع من الاخرام دي. وفي منها اللي هي النايمه، يعني دي الواقفه دي بتاخد كده. شفت النايمه دي بتاخد 4 اعواد. العود يقف كده يا مي فيها ولا بتبقى البخور السايب؟ لا اللي هو العيدان عادي بيقف فيه. ماشي تمام. دي عامله 70 جنيه. 70 جنيه دي يا بنات. شوفوا بقى حاجات ما شاء الله كتيره، انتوا لما هتيجوا ان شاء الله هتستمتعوا وانتوا واقفين هنا زي كده. طبعا كلنا بنعشق الحاجات دي. شوفوا في هنا بقى الحاجات اللي هي المساحات، حاجات كتير ما اتفرجنا دلوقتي. في معانا المساحه الباركيه دي يا جماعه حلوه قوي، سعرها 35 جنيه. ماشي. دي اللي ايديها ستانلس الاصليه اهو، مش اللي ايديها بلاستيك. 35 دي يا بنات ايديها بتطول. ماشي. وفي الغيار بتاعها التقيل، بصوا الخامه التقيله لان في منه الخفيف بيبقى شفاف قوي. ده عامل 15 جنيه الغيار. حلو، حاجات حلوه قوي. تعالوا نشوف هنا بقى معانا المجات اللي هي البلانك ماكس المستورده، سعرها 60 جنيه، دي بتتباع بره ب 75، بنبيعها هنا ب 60. وفي اسعار جمله زي ما قلنا برده. بصوا التشكيل بتاعها اهو، كتير اللي انتوا عايزينه. طبعا للجمله هيبقى ليكوا اسعار ثانيه ان شاء الله. هفتح لكم واحده كده شوفوها، بصوا الازاز بتاعها رايق جدا، عامله شبه الكاس ازاي. شكلها تحفه. في اشكال بقى زي ما تحب، اشكال كتير. السته ب60 يعني واحده ب10 جنيه يا بنات، مش حاجه نظيفه يعني. ماشي تمام. في معانا هنا بقى الفتاحه دي عامله 20 جنيه، فتحت برطمانات. برطمانات الصلصه والحاجات اللي بتبقى جامده علينا مش قادرين نفتحها. برطمانات الصلصه يا بنات. في رش البوتاجاز دي عامله 18 جنيه. ماشي 18.
في معانا حامل المقشات ده نازل جديد عامل 17 جنيه. طيب حلو ده، حلو جدا من جوه. احنا بنعدي على السريع كده. ماشي. الكراتة دي عامله 12 جنيه. ايه الكراتة دي بتاع ايه؟ دي بتحفظ الكروت بتاعك والحاجات بتاع الفيزا عشان ما تقعش في الشنطة كده. بكام يا مي؟ ب 12 جنيه. دي الخامة اللي هي المعدن، ما بتتأثرش بالمية ولا كده، بتبقى جامدة معاكي يعني. ماشي جميل. في الطفاية دي برضو عاملة 10 جنيه. حلوة يا شكلها من جوه حلو قوي. في معانا قطعة البيتزا دي. ماشي. دي عاملة 15 جنيه. 15 جنيه. انا بعيد ورا مية يا بنات اصل صوتها واطي، خايفة تكونوا مش سامعين. علي صوتك طيب يا مية. حاضر. في الفرشة المرنة دي السيليكون عاملة 15 جنيه. دي خطيرة. حلوة جدا بتتحرك معاكي كده بحيث لو في تنايات او حاجة. جميلة. وفي منها الوان. وفي الحاجات التركي دي برضو موجودة عندنا، منتجات التركي دي عاملة 25 جنيه. ما شاء الله. المضرب بقى اللي هو الستانلس موجود برضو اهو. ده عامل 25. وفي برضو الرول الاستريتش بتاع الاكل عامل 15 جنيه. 15. الغطا بتاع الاكل الحجم الجامبو ده حلو، ده عشان ده عامل 30 جنيه. بس 30 ده المقاس الكبير. ماشي. كان موجود الصغير بس خلصان. وفي هنا بقى حبال اهو زي ما انتوا عايزين، ومشابك بقى. في البنانه دي حافظه الموزه او الفواكه او السناكس بتاعك وانت خارجه عامله 12 جنيه. 12. الببرونه بتاع البيبي دي نازله معانا في العرض ب 20 جنيه بس يا جماعه. ماشي حلوه الاسعار دي يعني ان شاء الله. 20 جنيه يا بنات. ماشي تمام. مي انا عايزه الحاجات الحلوه دي اللي انا قاعده ابص لها. دي منتجات ايكيا. ايكيا. ده المج اللي هو التركواز 35. ماشي. موجود الشمع بقى باشكاله كلها 59. دي منتجات ايكيا يا بنات اهي. الشمعدان ده ب 65. حاجات كتير. شمعدان. دي قاعده شمع اهي. في طقم الثلاجه برضو بتاع ايكيا. طب تعالي نشوف هنا كده. التوابل. كل الحاجات اللي هنا على الرف دي بقى منتجات ايكيا. طبعا في ناس بتكسل تسافر وبنبقى نفسنا في الحاجات الحلوه دي كلها، شوفوا هي جت لحد عندكم في المحله الكبرى. طبعا انتوا كده كده بتيجوا تاخدوا المفروشات وتاخدوا الحاجات بتاعتكم اللي انا بصورها، لازم ان شاء الله تعدوا على مي تاخدوا الحاجات الحلوه دي من عندها. في معانا بتاع حامل الليفه الدبل ده عامل 20 جنيه. ماشي. وفي الفرداني بتاعه عامل 12 جنيه. دي بتصفي فيه الليفه كده على الحوض بتعلقيها. في معانا الجاروف الصغير ده عامل 8 جنيه. ده ده جميل قوي. شوفوا كده. على فكره ينفع كمان تحطي فيه الموبايل وهو بيشحن تستخدميه حاجات ثانيه مش شرط. ده عامل 12 جنيه. طب هاخد واحد ان شاء الله. والخامة بتاعه بس كده. في كمان الباصة السيليكون دي عاملة 20 جنيه. ماشي. البخاخة المساحة البخاخ 15. ماشي. بتاع الصابونة ورقة الشجر دي عاملة 12 جنيه. 12 جنيه يا بنات. وفي حاجات تحت بقى انت كمان حاجات كتير. عامل الليفة التركي 25. ماشي. وفي الليفة السمايل دي عاملة 30 جنيه في العرض. شوفوا يا بنات دي ليفة على شكل اشكال كده، دي شكلها تحفة. دي ب 35 جنيه. شوفوا. لا في العرض 30. في العرض 30. ماشي يا مي حلوة قوي. ودي معانا الليفة الشيك دي برضو 2 سبونش و2 سلك عامل 20 جنيه. دي حمام تركي. تشحن لهم يا مي الحاجات دي ان شاء الله. موجود شحن للجنان ان شاء الله. هي الشماعة اللي هي الشوفت دي يا جماعة بتاعت المطبخ. دي عاملة 15 جنيه. دي اتعمل بيها ايه دي يا مي؟ دي بتعلي عليها طقم التوزيع، بتعلي عليها فوط، بتتلزق شوفت كده على السيراميك ما بتقعش، بتبقى جامدة جدا. بتتلزق على السيراميك ما تقعش. احنا شغالين فيها من زمان وما شاء الله يعني اللي بياخدها بيجي ياخد تاني. طب حلوة يا مي. في كمان الفوطة الدبل الطويلة دي عاملة 25 والصغيرة 20. ماشي. فرشة الازاز عاملة 10 جنيه. ماشي 10 جنيه يا بنات. حاجات كتير بقى. ثانية مي اوري لهم الكوبايات. شوفوا في كوبايات وده طقم تلاجة بلاستيك 3 ده يا مي ولا 2؟ ده عامل 40 30. 40 جنيه. 3 قطع بس تخمتوا شوفي نعمة ازاي بيقول قوي. ايوه جميلة. ب 40 جنيه التلاتة في بعض. ودي كوبايات مية اهي، بصوا كل دي كوبايات. انتوا تيجوا تاخدوها بقى ان شاء الله. في معانا برضو هنا الازازه الكوبايه الورده دي 30 جنيه. ماشي. وفي القلب بتاعها عامل 35. هنعدي عليها برضو كده. ماشي. اللي طقم الحمام دي وضعها ايه؟ ده طقم البورسلين ده عامل 125. ده ب 125 يا بنات. طب وده واللي جنبه ده 120. 120 ده امور قوي. وفي حامل الفرش اللي هو الدبل ده بس مش باين بقى لان هو جوه. ماشي. ده حامل فرش يا بنات. هيلاقوا صورته على الجروب. هتلاقوا صورته على الجروب بتاع مي. في هنا سكريات بقى 35 و3. في هنا السبرتايه دي عامله 110 الحجم الكبير والصغيره. ماشي. عامله 85. حلوين. دي بتاعه القهوه يا بنات السبرتايه جميله. وفي دي كوبايات قهوه معاها اهي لو حابينها. دي كوبايه القلب اهي. تظبطوا حالكم كده. ده مج قلب اهو كمان. وفي المطبقيه السيليكون دي اللي فوق دي الحجم الكبير عامله 80 جنيه. مطبقيه سيليكون يا بنات ب 80 جنيه. ما يمال الا على شكل سنه ده.
ده حامل فرش اسنان. الله ده حلو، ده ب 20 جنيه ده يا بنات حامل فرش اسنان. وفي كمان حامل الريموت ده عامل 25، ده معدن، ده ما خلوش حاجه يا ميدة احنا عشان كلها كله منظمين البيت كله حاسين بينا، العيال بيضيعوه والله العيال مش هتخلي برضه. ده بيحمل للريموتات يا جماعه. في كمان التسلي الباندا دي عامله 17 جنيه، دي 17 يا بنات. إيه منظم الميك اب الاكليريك ده عامل 150 جنيه ماشي 150، ده بيتباع بره ب 195. دي المرايه دي يا مي ولا ايه؟ دي المرايه الليد دي بكام؟ عامله 95. 95 المرايه الليد دي يا بنات. تمام ماشي تمام. في معانا الركنات دي برضو بتاعه الحمام بتتلزق كده ضغط، حلوه جدا برضو حجمها كبير قوي، عامله 35 في العرض. 35 في العرض. وفي اللي هو الكلوب ده عامل 55 كشاف. ده بيتعمل بايه يا مي؟ ده عشان هم النور يقطع ده يتحط في الفيشه دايركت كده. مي قول لنا بقى الحاجات اللي احنا بنعشقها دي كلنا دي. منظمات الصوفيا بقى دي الحجم الكبير عامل 45. 45 بالغطا بتاعها يا بنات. وفي الاقل منها 40 و20 ده على حسب المقاسات بقى. وعلب الرز اللي فوق الله، شوفوا دي علب رز. هنا سالت مي اول ما دخلت عليها، دي خطيره، تحطوا فيها الرز وليها عجل من تحت، جميل كتير جدا. تاخد كتير. في منظم الدلفه ده عامل 70 جنيه في العرض، اللي هو السيليكون ده، ده حجم كبير برده. ماشي يا مي جميل قوي قوي. منظم الخليه معانا ب 24 جنيه. منظم الخليه معانا ب 24 جنيه. ده بتاع الشرابات بقى والحاجات دي. المج السيليكون معانا ب 55 جنيه، ده الحجم الكبير. ماشي. لان في منه مقاسات. في ده بتاع ايس كريم اهو كمان. الايس لولي ده عامل 18 جنيه. 18 جنيه ده يا بنات. شكله حلو قوي شبه البسكوته، بصوا. حلو. وليه قاعده كده. جميل قوي قوي. 18. اوريكم ايه ولا ايه بقى؟ اوريكم ايه. البوتاجاز ده برده نازل جديد الازرق ده، عامل 15 جنيه. ماشي. الخامه الثقيله ده للبوتاجاز بقى عامل 12 جنيه. للبوتاجاز 12 و15. في حامل الموبايل ده عامل 18 جنيه، اللي هو التعبان ده 18. طب انت عارفه ده بيتباع غالي جدا يا مي. احنا مظبطين الاسعار بصراحه. ده ب 18 جنيه حامل الموبايل. بس بيمسك كده في الرخامه او المكتب وتحطي الموبايل هنا. طيب تحركيه زي ما تحبي. في الفوط دول الخمسه عاملين 15 جنيه. خمسه ب 15 حلوين جدا، خامتهم حلوه قوي ب 15. ماشي جمال. في حامل الباسكت بتاع الغسيل ده. الباسكت بتاع الغسيل ده نازل معانا في العرض ب 60 جنيه. ده شكله يعني اتعمل بيتفرد كده، بيبقى زي شنطه. حطيه جنب الغساله تحطي فيه الغسيل. طب حلو. معانا الاشكال الايموشن والارقام. بصي الايموشن ده حلو قوي، حجمه كبير يا جماعه جدا، عامل 30 جنيه، يعني اللوحه كده على بعضها ب 30. دي تتلزق في اوضه الاطفال يا مي. حلوه لو جدار ساده وتحطي فيه الاشكال دي. الله حتى يبقى حلو قوي. غيروا بقى اوض الاطفال يا جماعه، حطوا كده على الحيطان تبقى الهبل او على الابواب. حطي بقى لجوزك بقى حاجات من دي. لا للولاد يا مي، هم مظبطيننا من غير حاجه، عاملين لنا اكتئاب. طقم العشا بتاع ايكيا معانا برده. ده طقم العشا بتاع ايكيا اهو يا بنات ب 1000 جنيه. وفي المعالق والشوك والسكاكين دي عادي عايز استخدامها للاطفال. طب حلوه دخلت حاجات دي ايكيا برضو. كل دي منتجات ايكيا. جميله. في الحجارات دي عامله يعني 7 جنيه. على بعضهم ولا يختاروا منه؟ لا على بعضهم. بكام دول بقى؟ الباكت مقفول. ده مش السعر ده حلو عشان المدرسه والحاجات دي. دي عامله 7 جنيه الحجاره. حلوة جدا. وفي المضرب بتاع الكابتشينو. ماشي. كل منتجات ايكيا ان شاء الله. ايه الاسود ده يا مي؟ ده ايه؟ دي علبه البن بتاع ايكيا، دي المقاس الكبير. دي تقريبا 85 على ما اعتقد، يعني حط جواها بن. هو الباشمهندس محمود اخويا اللي ماسك قسم ايكيا، فهو اللي عارف الاسعار بصراحه. ماشي تمام. في معانا سدات البانيو دي عامله 12 جنيه. انت عارفينها طبعا. الفرشه بتاع دي مي دول بكام والنبي قولي؟ ده عامل 25 جنيه. ده التركي. ده التركي يا جماعه، لان في منه المصري. ده التركي اهو، بصوا هتلاقوا ميدن تركي. 25؟ صغير. الصغير ده عامل 15. طب حلو. الكبير بتاعه ب 18. شوفوا الفرشه دي، الفرشه بتاع الاطباق دي 8 جنيه. 8 جنيه هي بنات. تمام. مي ودي ايكيا برضو صح؟ لا دي عاديه. يعني مستورده صيني. دي عامله بس تقيله يا جماعه. أيوة دي مش اللي في السوق. في منها التقليد يا شوفوا، دي عامله دي تقيله يا جماعه، بيبيعوها ب 30 جنيه في التقليد بتاعها، بس الثانيه بتطبق. دي ستانلس، دي ستانلس تقيله، تقيلة ب 70 جنيه. دي عامله 70 جنيه. مي والمجات دي ايه دي؟ دي مجات فرداني. المج السادة ده عامل 40. بصوا حجمه كبير اصلا. ده مج اماراتي اهو، شكله تحفة، حلو جدا. تمام. وفي المجات العادية بقى بتبتدي من 30 جنيه. ده 35. حلو يا بنات. شوفوا الاطباق اللي على اشكال دي للاطفال تبقى حلوة. دي الشنطة بتاعت اللعب بتاع الاطفال اللي هي السوستة، بتتفرز كده ب 45 جنيه. ماشي. الحجم الكبير. دي تلموا فيها اللعب بقى بدل القلق اللي في البيت. وفي ده وفي الحجم الصغير بتاعها ده عامل 30 جنيه. ماشي.
دي نازله في العرض برده 30 جنيه. العرض ده يستمر معانا يا جماعه لحد نفذ الكميه ان شاء الله، منها كميات كتير طبعا. الحاجات دي اسعارها اقل يا جماعه، ده عرض ان شاء الله. مي بتقول لحد نفذ الكميه. اه في اللي هو البند ده عامل 10 جنيه طيب، منع البلل اه عشان يتحط على الحوض كده ما يفرطش ميه عليه. آه في معانا الشماعه دي 9 جنيه طيب، بتاع ايه؟ شماعه سحريه كده بتعلقي عليها كذا شماعه. آه بتوفر لك مساحه في الدولاب بدل ما يبقوا كتير جنب بعض. ماشي تمام تمام. في معانا منظم حمل الفوطه والباسكت، بتعلقيه في الضلفه كده وتعلقي عليه فوطه او كيسه تحطي فيها بواقي الاكل، ده عامل 10 جنيه. جميل برضه. تمام معانا هنا. ما يقولي لي العلب اللي فوق دي بقى بكام وهي ايه وكده؟ حاضر هنجيلها. خلاص بس المنشفه دي، المنشفه دي معانا برضه ب 20 جنيه بتاعت المواعين، تحط كده ده الحجم الكبير بتصفي عليها الاطباق. خامتها مايكرو فايبر كده حلو. معانا برضه تشكيله ورد هنا حلوه قوي. حلوه دي، الحاجات اللي بتتحط بقى على الرخامه شكلها بتبقى بتدي بهجه كده في المطبخ. او معانا ثبت البلكونه الجلد ده عامل 60 جنيه، ثبت بلكونه ب 60. اه ورق الحائط اللي انتوا بتسالوني عليه اللي بيتعمل بيه المطبخ ده ب 60 جنيه. ب 60 جنيه يا بنات، هو اللي هو بيبقى ده معروف طبعا، هو ناس كتير اتكلمت عنه، بيتلزق الحجري. اه شبه الحجر كده اهو، شايفين في منه الوان كتير، في الابيض والروت. على مهلك يا مان. ماشي يلا. في معانا السجن الديكور برضو، انا وريتك متركب بره، ده عامل 200 جنيه. ماشي ديكور. في معانا الستاند بتاع الوطنيه الثلاثه دور والاربعه دور، الثلاثه عامل 105 والاربعه عامل 130. اه ده الستاند اللي بيتحط يا جماعه تحطوا عليه الحاجات كده. بصي اللي هو الوطنيه اللي جوه ده، لان ده اقل منه. طيب ماشي، اللي هو جوه ده يا بنات الوطنيه ده. ماشي كده باين. بكام يا مي قلتي؟ الثلاثه عامل 105 والاربعه عامل 130. الثلاثه ب 105 والاربعه 130. معانا بقى البكوليات دي اللي قلنا عليها اللي تحت دي، انما اللي فوق دي الوطنيه. ده الطقم اللي هو مي بيجي على النت ده؟ اه ده عامل 120 جنيه بتاع ايكيا. ده ايكيا ب 120 جنيه. ويا بنات انتوا طبعا عارفينه مكسر الدنيا، 12 قطع تقريبا. 17 ده ما فيش حد ما جابوش الا انا. مي قولي لي دول بقى اسعارهم زي ما احنا قلنا تركي كده؟ لا دول وطنيه مصري عادي، مش مصري ولا حاجه، بس شبه التركي بالظبط. ماشي شبه التركي يا بنات. اه في معانا من اول مقاس واحد لحد مقاس خمسه. ماشي من واحد لحد مقاس خمسه. شوفوا يا بنات الحاجات الحلوه دي، البرطمانات. الله انا احب بقى البرطمانات. شوفوا الحاجات دي، ده عامل 25 برطمان، ده معاه معلقه كده. اه ياخد كميه سكر او شاي زي ما تحبي. الحاجات دي ازاز تركي كلها. ماشي جميله. شوفوا الحاجات الحلوه دي يا بنات بقى، ازاز الازازه بتاع الاطفال دي 15 جنيه، معاها شاليمو دي 15 جنيه، تحط فيها العصير للولاد، معاها شاليمو بتاعها، ملحات. ثانيه ما يوريهم بقى على السريع كده، ملحات اهي وحاجات شبه البيضه تحط فيها الملح. شوفوا الحاجات دي كل حاجه موجوده على النت، تتباع اونلاين موجوده على المشفى. الدورق ده عامل 35، اي دورق في دول 35. شوفوا يا بنات حلو ازاي، ده جميل جدا يا مي. امسكي كده تقلبي بيه العصير، وريهم كده. شوفوا يا بنات ده ب 35 جنيه تقلبي بيه العصير كده، حلو جدا. ازاز تركي برضه، ازاز تركي. وفي ازايز البيضه دي اللي مايل ايه؟ دي ازايز ميه برضو تركي عامله 30 جنيه. ازايز ميه تركي اللي لونها ابيض دي يا بنات ب 30 جنيه. اللي جنبها ده مصري عامل 10 جنيه، وفي جنبها ب 10 جنيه مصري، حلوين برضو. شوفوا دول ب 10 جنيه اهو، اشكالها حلوه برضو، اشكال كتير. وده الاطقم الفرطاني اللي هي البرطمانات الصغيره للتوابل لو حابه انت تكوني طقم، واطقم التسالي هي موجوده. معانا الشباسه دي برضو نازله جديده، برضو مكسره الدنيا. دي عامله عندنا 75 جنيه. بتعمل بيها ايه؟ ميه بطاطس، الشيبسي بقى. والخضار، الشيبسي والخضار والحاجات دي يا جماعه. تمام. موجودة عندنا الجزامات برضو بمقاساتها الخمسة والسبعة والعشرة، عاملة 150 170 العشرة تقريبا 105. مية. امال اللي هو في وردة ده ايه؟ معلقة؟ دي فرشة اطباق عاملة 25. فرشة اطباق ب 25 جنيه يا بنات. اه شوفوا شكلها عاملة زي الوردة، حلوة قوي دي، جميلة. في معانا برضو كفر الميكروويف عامل 20 جنيه، كفر اللي هو 3D ده عامل 20 جنيه. ب 20 جنيه يا بنات كفر الميكروويف. وكفر الثلاجة عامل 25 جنيه. ماشي كفر الثلاجة 25 جنيه. في معانا برضو المقبض اللي هو الشفط ده عامل 30 جنيه، ده الحجم الكبير. ده بتاع ايه ده يا مي؟ إيه ده؟ بتلزقيه كده على السيراميك مثلا لو حد مش قادر يقوم او يطلع من البانيو، خايف يتزحلق بيمسك فيه. بس عايزه تنقلي مثلا كومودينو او ترابيزه تلزقيه فيه وتشيلي اي حاجه ملهاش مقبض. طب حلو. في التسالي الدوره دي الدور عامله 65 65، والدورين عامل 105. والدورين ب 105 يا بنات.
معلش الدور 110. في برضو معانا المساحه اللي هي بالبخاخ بتاعه الارضيه دي وفيها لمامه، دي ليا 2 في 1. دي عامله 140 جنيه. 140 جنيه دي يا بنات. وفي منها بقى اللي هي بخاخ بس من غير لمام، بس هي مش متاحه دلوقتي، في موجوده في المخزن. ماشي. متوفره يعني برضو بكميه، عامله 135. طيب تمام. في معانا برضو المنشور ده نزل في عرض 270 جنيه. ده الحجم التقيل اللي هو الاستانلس الاصلي. الحجم التقيل اللي هو في الكرتونه الزرقاء ده. ده وزنه 40 كيلو، ده عامل 270 جنيه. 270 جنيه يا بنات. في كمان المجات الفرداني دي. دي جميله قوي يا مايا. بصوا مجات كده بقاعده حلوه قوي دي. اشكال كانت كده حلوه قوي. جميله بكام يا مايا؟ عامل 45. الله حلو. في منه بقى اشكال تحت هنا من غير قاعده اهو. برضو كل كرتونه عليها الرسمه بتاع المج. الاشكال كلها حلوه بصراحه. بصوا 45 جنيه يا بنات. لا ده عامل 35. ده اقل من اللي فوق. 35 هو اللي فوق له قاعده كده زي طبق يعني صغير. ايوه انما ده نازل مستقيم كده. امامير قوي. شوفوا دول ب 45 جنيه المجات الحلوه دي. في طقم الثلاجه ده برضو ما قلناش عليه، الوطنيه. ماشي. الاربعه عامل 45. طقم الثلاجه ده يا بنات اربعه مع بعض ب 35 جنيه. 45. 45 باظ لك الاسعار يا مي. لا مش مشكله. مي امال اللي في العلبه الكبيره ده ايه؟ عامل 40. ده طقم شوربه على حامل. طب هاتيه كده نشوفه في معروض في المحل، اصل جواه كراتين. خلاص هوريه لكم هناك. هناك ماشي. في الحامل الاستانلس ده عامل 50 جنيه، حلو جدا للمجات. تعلقي عليه بقى مجاتك. الناس لو واخده مجات فرداني. مي عندك الحامل الاستانلس اللي بيتركب على السيراميك ده ويعلقوا عليه المجات والحاجات ده؟ زي شماعه كده. موجوده الشماعه. في معانا الفراده دي اللي هي رايحين، دي عامله 30 جنيه. فراده العجين. في كمان الشياله دي عامله 30 جنيه. الحاجات دي تركي برضو. والقشره بالمبشره دي عامله 18. قطعت الدونتس 17. في الفريره دي عامله 12 جنيه، قطعت اللي هي القراقيش والحاجات دي. استك الملايه عامله 12. استك ملايه ده بيتعمل بايه؟ ده بتمسكي بيه الملايه في المرتبه بحيث ان هي ما تتزحلقش. حلو جدا فكره جميله. في الفرش دول الثلاثه عاملين 6 جنيه، ثلاث فرش دي للسمك والاحذيه والخضار والبطاطس والحاجات دي. والاماكن الضيقه برضه في حامل الفرشه الفرداني ده عامل 8 جنيه، ده بيتلزق دبل فيس، بتعليه عليه المقشات والحاجات. حلو جدا. في الشماعه العنكبوت نازله معانا في العرض ب 12 بدل 15، حلوه برضه. ومجموعه الملاحات دي بقى عامله 12 جنيه، حاجات فرداني. 12 جنيه بنات الواحده الفرداني منها. في طقم السفره ده 12 قطعه، 6 كوستر كبير و6 كوستر صغير، عامل 20 جنيه. الله. ده بيتباع 35 جنيه بره يا جماعه. ب 20 جنيه يا بنات هنا، وبيتباع 35 جنيه بره، بيتحط على السفره كده ساعه ما يبقى عندك ضيوف تقدمي عليه الاكل. زي صفايات معالق او منظم ريموت بتنفع كذا استخدام يعني، دي عامله 25 ودي عامله 20. ليفا الفواكه موجوده برده معانا. ليفا فواكه اهي كمان 15. انا الديسك بتاع الاطفال اهو عامل 55 بتاع المذاكره. ماشي. ديسك اطفال بتاع المذاكره. ماشي نروح هناك بقى. ماشي يلا. شفتوا بقى يا بنات احنا شفنا هنا حاجات كتير ولسه في حاجات اكتر. شوفوا كده. بالك في العلب الوطنيه دي يا بنات، دي سكر قوي حلوه قوي، تحطوا فيها توابلكم حاجاتكم حاجات كتيره. انتوا تتواصلوا بقى مع مي على الواتس تبعت لكم الصور والحاجات دي كلها. في طواجن، شوفوا الحاجات دي كلها احنا طبعا ما اتكلمناش عنها، بس عشان الوقت الفيديو كده هيطول مننا جدا. عجبني الحاجات دي جدا جدا، تيجوا تاخدوها اسعارها حلوه، واحنا اصلا بنقعد ندور على الحاجات دي ما بنلاقيهاش، فاهمين؟ فكل حاجه موجوده في مكان واحد، تيجوا تاخدوها ان شاء الله. كل حاجه تجنن، والعرايس هتيجوا تتهبلوا هنا يعني، الحاجات مش غاليه خالص، وكمان هتاخدي حاجات شكلها شيك وهتبقى مخليه المطبخ بتاعك يعني يفرح كده ومبهج. منتجات ايكيا اهي جبتها لكم، المحله الكبرى. كل حاجه انتوا عايزينها هتلاقوها. شوفوا الحته دي بتاع ايكيا دي سكر قوي. شوفوا ده الكوبايات دي حلوه جدا، الفانوس ده طبعا مشهور قوي بتاع ايكيا، والكوبايات اللي شكلها حلو دي حاجات جميله. ماشي يا مي. خلاص كده احنا شفنا هنا تقريبا يعني دي عامله 15 جنيه، موجود منها الوان. دي بتاعت ايه يا مي؟ دي بتاع البناطيل عشان ما تتكسرش. اللزق الفسفوري ده عامل 10 جنيه. 10 جنيه اللزق الفسفوري ده يا بنات. وفي اللزق بتاع الثلاجه ده. طب لزق الثلاجه ده عامل 30. 20 و30. مش عايزين تشوفوا ايه يا بنات؟ انا مش عايزه امشي، مش عايزه اطلع من هنا. منظم الضلفه ده عامل 25. ماشي ده ب 25 جنيه. منظم ده. وفي الصغير ب 22. شوفوا يا بنات دي تربوهات حلوه قوي بقى للبصل والثوم والفواكه، ده عامل 120 جنيه. 120. الثلاثه دول وفي منه الاربعه دول. حلو بقى ومفتح كده الحاجه ما تبصش فيه. شوفوا ده اللي هو بيبقى شكله شيك ده قوي، جميل ما شاء الله.
شوفوا كده يا بنات، احنا هنصور دلوقتي في المحل التاني، هما جنب بعض على طول، وانا في يا اما في اول الفيديو هكون قلت لكم العنوان او في اخر الفيديو. هنا ده المحل اللي احنا كنا مصورين فيه في الفيديو الاولاني. ما شاء الله في حاجات جديده برده اهي، ما يتعرفنا عليها. هنا في حاجات برده كتير. شوفوا يا بنات الحاجات، عايزه ايام عشان نقعد نصورها ما شاء الله. ماشي معايا بسرعه بقى عشان نصور لهم اكتر حاجات. في معانا طقم التوزيع ده نضيف جدا، الخامه اللي هي الجامده. طقم التوزيع الفرداني ده معلقه وكبشه ومقصوصه، بس الخامه الجامده يا جماعه. في منه الطري ده عامل 30 جنيه الواحد. 30 جنيه يا بنات. اه في الليفه دي ب 17، اللي هي خشب دي. شوفوا الحاجات دي، في دي عامله 15 جنيه الفرشه بالمعلقه. 15 جنيه يا بنات، 15. ودي الكبيره دي بكام يا مي، اللي هي المضرب ده عامل 18 جنيه. 18. وفي ده اللي شبه الجزره كده وعامل 20 جنيه، والدوره 20. ماشي تمام. الرفايع بقى كلها بصوا اللي انتوا بتحبوها موجوده، عشان برضو ايه وقت الفيديو ما يطولش مننا. يعني مي قول لنا الحاجات برضو اللي هي ايه معروفه دي. 55 حامل مناديل. حامل مناديل ب 55 يا بنات. المضخه دي بتاع المطبخ عامله 65 للفرشه والشاور. ماشي. منظم الاضراب اللي هو الشرايح ده عامل 25 جنيه. 25 جنيه. طقم الاسباتولا ده عامل 55، ده صب يا جماعه تقيل لان في منه التقليد، شايفين الالوان بتاعه زي التركي بالظبط. ماشي. في منه اورنج واصفر كده ارخص منه. ماشي تمام. في معانا كمان الصفايات دي. يعني صفايات. كل الحاجات الرفيع المطبخ يا بنات اللي انتوا تحتاجوها هتلاقوها في مكان واحد. والحاجات التركي المارد ده عامل معانا 30 جنيه. 30 جنيه ده يا بنات. ماشي تمام. في طقم السكاكين اهو بكام ده يا مي؟ طقم السكاكين ده عامل 85 جنيه. 85 جنيه بس شكله حلو اهو، يعني تقيل. وفي القطعات بقى البلاستيك والخشب. ماشي تمام. ناخد نظره كده على السريع. في معانا الكفر بتاع المروحة عشان الأطفال صباحهم ما يتعورش، دي عامل 11 جنيه. 11 جنيه. في معانا بقى الفوط بأشكالها. الفوط بأشكالها يا بنات. الفوطة دي عاملة 7 جنيه، اللي هي الجرافيتا دي بألوانها برضو كلها. 7 جنيه دي للمطبخ. 7 جنيه بتتباع بره ب 15 جنيه. ماشي. الفوط دي شفناها هناك اللي هما ب 15، في الفوطة دي عاملة 12 جنيه. ماشي دي 12. مي والطاسة الصغيرة دي بكام؟ دي شوايه كده جريل تركي، دي عامله 100 جنيه. 100 يا بنات. خامتها حلوه قوي. مي قولي لي المجات اللي بالطبق دي بكام؟ لا دي مش فاكره سعرها، ده كام طقم على بعض بس حلوه قوي. في المنشفه دي 20 جنيه شفناها هناك برده. مش منشفه ب 20 جنيه دي اللي احنا شفناها هناك. هو القطيفه يا جماعه، الكفر بتاع الكرسي. الكفر بتاع الكرسي اللي هو القطيفه الليكرا بيمط معانا اهو، عامل 25 جنيه القطعه. 25 جنيه ده بتاع السفره يا مي؟ اه ده بتاع السفره. بياخد اي مقاس. في منه البني والكافيه والكشمير والفضي والبترولي، وفي منه الخامه الليكرا برده موجوده. في كمان مجات بقى على كارت كده عامله 130. الاربعه ب 130 المجات الحلوه دي. وفي ده للشوربه ده بالواحد يا مي ولا بالطقم؟ لا هو ده طقم بقى زي اللي شفناه هناك في الكرتونه. ده اللي كان في الكرتونه اللي انا كنت بقول لمي افتحيه. شوفوا يا بنات حلوه اهو، هو ده بقيته منفردينه كده. تمام. وفي كمان شوفوا دي بكام يا ميد؟ ده طقم توابل دوار كده ستانلس عامل 290. 290. شوفوا دي اللي هي كنا عرضناها المره اللي فاتت بتاعه شايله الكيك والحاجات دي. بصي دي الصواني بتاع الوطنيه عامله 20 جنيه الواحده ب 20. حلوه. وفي ب 25 حسب المقاس بتاعها. ماشي. في صواني ميلامين صغيره 10 مقاسات مختلفه. في قطن بقى صواني الومنيوم. الدهان، حاجه الدهان يا بنات. ميد ده قول لنا ده احسن، ده احنا بصي ده قلب النت كله. ده الجردل التركي عامل الجردل التركي ده عامل 220 في العرض معانا. 220. وفي الوطنيه عامل 285 الوطنيه بتاع اللي هو المصري ده، طبعا عملي جدا وناس كتير شكرت فيه. ماشي. في معانا تشكيلات ترامس برده حلوه قوي هتعجبكم. بصوا في الشكل ده، وفي الشكل اللي هو اليونيكورن ده، وفي الشكل الميداليه ده، دول عاملين 110. وفي الشكل اللي هو بكوبايه ده برضو عامل 110 اهو. في مجات هنا كمان اهي، ورا لهم يا مي شكلها تحفه. شوفوا المجات دي شكلها خطير قوي، دي زي اللي احنا شفناها الاول. في الكاتل اللي هي الجرانيت دي عامله 100 جنيه. دي ب 100 جنيه يا بنات كاتل جرانيت. وشوفوا العلاقات والحاجات دي كلها ما شاء الله. شوفوا الجوانتيات اللي بتمسكوها عشان الفرن. كل البلاستيكات بتاعت بقى المطبخ وادوات المطبخ كلها. بصوا حاجات كلها الوطنيه، الطقم الكامل اهو على بعضه. سامعين صوتي كده ولا مش سامعين؟ كل حاجه انتوا عايزينها يا بنات هتلاقوها. شوفوا الحاجات دي الثلاجه ما تتلزق على الثلاجه. ده المغناطيس بتاع الثلاجه. الواحده بكام بقى؟ عامل 12. ب 12 جنيه. حاجات جميله قوي.
افرجكم على ايه يا بنات، انا اتهبلت بالحاجات الحلوه دي. في بقى الجزمات الرتان دي عامله 135، 135 الجزمه دي، 4 دور و6 دور، 4 و6 دور. في الركنه دي من الوطنيه برضو، دي تقريبا 70. مش في بلاستيكات بقى وحاجات بقى للمطبخ اللي انتوا تحبوها، كل حاجه. شوفوا هتيجي تاخدي كل حاجتك. الطبق المقسم بتاع الاطفال ده عامل 15 جنيه. وفي طقم التوزيع الاستانلس ده عامل 55 جنيه، 55. معلقه وكبشه ومقصوصه ومقاسه حلو قوي يا مي. شوفوا البلاستيكات بقى كلها، حاجات ايكيا هنا برضو. حاجات ايكيا، هي بنات العرايس بقى اللي بيحبوا يميزوا نفسهم كده بحاجات الزيوتة دي حلوه قوي. الله، شوفوا دي شكلها تحفه. برضو مي ده ايكيا برضو. حلو. الواحدة بكام؟ 120. دي ايكيا بتاع البكليات ب 120 يا بنات. في طقم كنك، في طقم توابل، مجات على ستاند، على حامل، كل حاجة زي ما قلت لكم. شوفوا كمان في مقاسات كبيرة قوي. مي اللي ب 100 جنيه ده بتاع ايه؟ ده علبة خزين كده 74 لتر من الوطنية، كبيرة قوي. كبيرة جدا 74 دي، ممكن بقى لو عندكم دقيق بكميات او رز بكميات تحطوا فيها، كبيره جدا دي. والبلاستيكات بقى كلها، بس هي في منها 3 مقاسات حلوه جدا، خامتها حلوه قوي. استانلس اصلي يعني. بكام يا مي؟ بتبتدي من 70. لا، من 60 70 80. ماشي. في المطبقيه دي برضو التركي حلوه جدا، بس انا مش هعرف اطلعها للاسف. الحاجات ما عايزه بقى اي حد يقعد يطلع. بصوا يا بنات حاجات كتير. شوفوا طبعا بقى انتوا ان شاء الله هتيجوا المي، لان كان الجزء الاربوس عايزه اوريهم. بس يا مي ده، دي يا بنات اللي هي تقوم التوابل المحكمه جدا، او تحطوا فيها بقى سمنه بلدي او الكلام ده، بتبقى حلوه. انا عندي منها خطيره. في لبانه برضو جرانيت. في بصوا اوريكم ايه، شوفوا الحاجات الحلوه دي. شوفوا ده 30 جنيه اهو للباسكت زباله، بتاع المشابك، كل منظمات الثلاجه موجوده، كل حاجه انتوا تتخيلوها موجوده عند مي. شوفوا ده الباسكت المعدن بتاعها عامله 125. طقم ده ب 125 جنيه يا بنات. تمام. مش يا مي، في شغل بينزل دلوقتي من العربيه، عايزين نصوره يا مي. بس نصور السلم ده كمان. ايه، يمكن انتوا تلقطوا حاجه كده برضو. شوفوا كده كل حاجه انتوا عايزينها هتلاقوها، بلاستيكات، منظمات، علب تلاجة، اي حاجه، اي حاجه موجوده، كل حاجه جميله ما شاء الله. عامله 85 جنيه. دي بتعصر ذاتي، عصر منها فيها، مش محتاجه جردل او حاجه، بتعصر منها فيها كده يا بنات. مي، وده ايه العلبه دي؟ صفيح دي ولا دي؟ دي علبه كده للكوكيز او القهوه، الحاجات دي عامله 47. 47 حتى بصوا الخيط، حتى خيط، خيط وابره اهي كمان. دي الجزمات اللي قلنا عليها هناك. ده الستاند بتاع الحمام عامل 200 جنيه. ماشي. ده السلم اللي ده ديكور كده يا مي، عامل 200 جنيه ب 200 جنيه يا بنات. ده سلم ديكور، شوفوا حاطين عليه بقى حاجه ايكيا اهي. شوفوا الشمع بتاع ايكيا ده بيبقى ريحته تحفه يا مي. ده بيغيب جدا كمان على ما يخلص. مكتوب عليه 39. 39 جنيه بيبقى بروايح بقى. في الاربعه دول 75. الاربعه ب 75. ماشي تمام. شوفوا بقى العجل الحلو ده، ما هي دي عجله كده. بصي في جاروف التركي ده برده عامل 25، في منه الوان كتير. 25 جاروف تركي، في الوان كتير حلوه قوي. في المقشه التركي دي برده موجوده ب 30. في معانا كمان الفوطه الدبدوب اللي هي الخمسه في واحد دي، عامله 28 جنيه. خمس فوط ب 28 جنيه يا بنات. ده اقل سعر في السوق، بيتباع ب 35. ماشي. في كمان الرف ده، شماعه كده برف عامله 65. الرف ده بيتركب قدام هنا، تحطي عليه بقى ديكورات مفاتيح في المطبخ، تحطي عليه اي حاجه، عليه كلمه هوم. ماشي يا مي، نروح نشوف بقى الشغل اللي انت استلمتيه دلوقتي كده. ماشي يلا. شوفوا يا جماعه دلوقتي في شغل جه على حظنا كده جديد، هنصوره حاجات تحف. تعالوا نشوفها كده مع مي. ماشي يا مي. في الصينيه الخشب دي، بصوا صينيه كبيره جدا حجمها. الله، شوفوا صينيه كبيره خشب، فيها رسمه الخشب دي، خشب زان، خشب زان اصلي يا بنات. جميل. دي ليها رجول بقى، صينيه فطار تاكلوا على السرير كده. خشب، خشب يعني زان تعيش. شوفوا حاجه محترمه، فينش حلو. تقفلها حلو، نظيفه. في كمان الشكل ده اللي هو فيه مكان للكوبايات او المقبار. حلو ده للاطفال. وده برجول برضو، برجول. جميل. يا بنات دي ترابيزات فطار ليها رجل، هي خشب بس حلوه جدا، وشكلها كده مبهج وجميله وما شاء الله حلوه. ده خشب بس، بصوا بقى تعيش العمر كله. وفي منها اشكال كتير زي ما انتوا تحبوا اطفال، اشكال حلوه زي ما انتوا شايفين كده. وده شكلها اهو، وخامتها ما شاء الله تقيله جدا. اهي يا بنات ده بيبقى شكلها اهو،
وده تحطوا بقى كوبايات الشاي او العصير هنا وتفطروا كده وانتوا قاعدين على السرير، يعني اخر دلع. والرجول بتاعتها اهي كمان، ما شاء الله شكلها روعه. هي بنات دي هيبقى سعرها كام يا مي؟ دي عامله 240. 240 جنيه يا بنات سعرها، 240 كبيره جدا، يعني عامله زي فكره الطبليه كده، حجمها كبير جميله. ما شاء الله. ايوه جميله، عامله فعلا زي الطبليه بتاع زمان كده. ماشي يا مي، جميله. وفي اشكال بقى كتير زي ما انا قلت لكم يا بنات. حلوه يا بنات دي جدا. في كمان التربو الخشب ده، الله. شوفوا بقى القمر ده، ده تربو خشب زان. شوفوا كده اشكال كتير بقى في الشكل. حلو قوي قوي ده يا بنات، تحطوا فيه اللعب بقى، هدوم الاطفال، او انت مثلا عندك بيبي صغير تحطي هدوم البيبي. شوفوا الشكل ده جدا، وما شاء الله الخشب بتاعه ما شاء الله تقيل ما شاء الله. وفي شكل ثلاث بره. مية لسه ما عرفتيش اسعارهم؟ لا الحاجات دي لسه نازله والله. مش وده ايه يا مية ده؟ ايه دي ركنه حمام برضو اهو، خشب خشب ركنه حمام، ليها رجول من تحت بحيث لو في ميه او حاجه. وينفع تتحط ديكور برضو يا مي في الاوض في الصاله؟ هي ركنه كده في ركنة. اي مكان ليها ضلفه من تحت وهم ثلاث ارفف. ماشي مي، يبقى ظبطي بقى السعر. هي لسه مستلموهم حالا، مستلموهم حالا يا جماعه. في سلم الديكور ده برضو كلكم عارفينه، ده الديكور حلو قوي برضو. سلم ديكور ماشي، بيتقفل بحيث لو انت عايزه يعني او كده تركينيه ما ياخدش مكان معاكي. في صواني خشب برضو يا بنات، البنات اللي بتدور على برضو صواني ايكيا الخشب موجوده هنا، هي مي جايباها. دي بقى حاجه بصوا وهميه كده، هي سعرها ب 300 جنيه بس، يعني حاجه تحفه. وفي خصم للي هيجي برضو ان شاء الله، بس في ناس طبعا بتقدر حاجه ايكيا دي وبيدوروا عليها، موجوده هنا هي لو حابين. شوفوا كده يا بنات، واحنا صورنا بقى كل المنتجات اللي موجوده عند مي، الحاجات اللي جت جديده والحاجات اللي احنا مصورينها قبل كده موجوده برضو، يعني الفيديو اللي احنا مصورينه هنا قبل كده موجود. كل حاجه انتوا عايزينها هتلاقوها ان شاء الله، وانا زي ما قلت لكم هسيب لكم ارقام التليفونات وكل حاجه في اول تعليق. ده الرف بتاع ايكيا برضو اهو، بيحطوه مثلا يحط عليه التوابل والحاجات دي، ده بيبقى نفس الرسمه كده. تمام، بيبقى مطلوب برضو. ماشي يا مي، ماشي يا مي، بشكرك على الحاجات الحلوه دي ما شاء الله، عندك شويه حاجات كده تجنن. بشكرك والله ان انت نورتيني تاني، كان لازم اجي يا مي، انا بحب اجي هنا. متابعينك واللي بيشوفونا على كلامهم الحلو بصراحه. الله يخليك يا مي. وانا بشكرك تاني على انت ما شاء الله يعني جبتي حاجات جديده، وهم بيحبوا كده يشوفوا الجديد دايما، وان شاء الله لما يجوا برده هيتبسطوا بالمنتجات لما يشوفوها على الطبيعه، وتعملوا لهم بقى الخصم برده يا مي لما يجوا ان شاء الله. بس كده ماشي يا بنات، تعالوا بقى اقول لكم العنوان بالتفصيل فين، وزي ما قلت لكم ارقام التليفونات هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه، وهسيبها لكم كمان في اول تعليق. يلا مع السلامه. شوفوا كده يا جماعه، انا طلعت بره من على ناصيه الشارع عشان اقول لكم العنوان بالظبط. العنوان المحله الكبرى الشعبيه، الشعبيه دي موجوده في المحله في اول المحله اللي قدامكم ده، حي النخيل. ده كومباوند في اول المحله كده، معروف جدا، واي حد داخل المحله لازم يعدي عليه لانه على اول المحله. تنزلوا قدامه وتعدوا سكه القطر هتلاقوا، تنزلوا بقى من السلالم هتلاقوا كافيتيريا اسمها سمسم لاند، تخشوا الشارع اللي جنبها ده على طول لاخره، في اخر الشارع يمين هتلاقوا المحل على طول على يمينكم كده في اول الشارع، محل سي عمر. وانا هسيب لكم طبعا الارقام التليفونات وكل حاجه في اول تعليق. شوفوا يا جماعه كده، انا واقفه قدام سكه القطر اهو، الطريق الرايح جاي ده اي حد بيبقى جاي من بره المحله يعدي هنا على طول، يعني قريب جدا. لو انتوا جايين من راكبين ميكروباص مثلا من القاهره او اي حته، مش مضطرين تركبوا مواصله ثانيه، تنزلوا هنا في قولوا عند سلم الفندق اللي عند الحميات قدام حي النخيل، هتلاقوا الكافيتيريا قدامكم اهي، تخشوا بالشارع اللي قبلها ده على طول، اول يمين على طول هو ده محل سي عمر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.